هو في بيته وانت في الشارع، كيف تقدر تتوصل اليه؟ لله الحمد امورنا طيبه ودخل ممتاز. الهاتف الذكي اصبح منطقه انتظار وجسرا افتراضيا بين الراكب وسائق مركبه الاجره، مما يسهل ويعجل الحصول على وسيله النقل دون عناء وتعب، وبامكان المستفيد اختيار جنس السائق ونوع المركبه وخصوصيه النقل في خطوة لتعزيز منظومة النقل بسلطنة عمان، حيث تشكل شرائين نقل ممتدة إلى مختلف محافظات سلطنة عمان. وإحنا نحاول أن نطور خدمات النقل هنا، وخصوصا خدمات النقل بمركبات سيارات الأجرة. حاليا متواجدين بالإضافة إلى مسقط، ولكن أيضا منتشرين في جميع مناطق السلطنة، ابتداء من مسندم، الظاهرة، البريمي، صحار، الشرقية، نزوة، إبرة، والدقم، وصلالة. تطبيق أوتاكسي سهل الموضوع هذا، خلى وقت الانتظار كثير قصير. انتظر التاكسي بس دقيقتين ثلاثة، بحكم أول كنت انتظر تقريبا 20 دقيقة 15 دقيقة في الشارع لين أحصل تاكسي. مع التطبيق صارت كثير الأمور سهلة. تجربة ذكية مع سائق مركبة أجرة، وحديث عن خط سيره اليومي وانطباع الركاب عن النقل في سلطنة عمان، والفترة الزمنية التي يستغرقها المستفيد حتى وصول سائق المركبة إليه. وفر لنا كثير من الوقت، يعني أنت الحين تقدر تجلس في أي مكان، يجيك طلب تستلمه وعلى طول تتوجه للزبون. ليش؟ لأنه يعطيك على طول الخارطة، وتروح الخارطة إلى هين، إلى نفس المسكن اللي هو فيه. ممتاز، جيد جدا. الرحلات مضمونة، نحصل زبائن مضمونين باليوم. نطلع رحلات، بعض الرحلات منها مناسبة تكفيك عن شغل يوم كامل، عن شغل 24 ساعة، عن يوم كامل، وانت بأريحية. والحلو بعد نفس الشيء، اذا التطبيق الجديد، انك انت مثلا اذا ما باغي يعني مثلا هذيك الساعة، إذا عندك رحلة، أول نقطة، إذا عندك رحلة وقريب إنك توصل يجيب لك رحلة ثانية. يعني هذا واجد حلو، إني أنا خلاص مثلا بوصل باقي دقيقتين، يعطيني رحلة قريب من ذيك الرحلة. وهنا مشهد آخر لفتاة تحجز مركبة أجرة في موقع عام عبر تطبيق ذكي، فخلال فترة قصيرة تصل سائقة الأجرة المخصصة للنساء، حيث بلغ عدد المركبات النسائية المسجلة في تطبيق أوتاكسي 350 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات المسجلة في تطبيق تسليم 30 مركبة. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.